مزيان فاش دخلتي تصنت لهاد المقطع هذا. اسمع اسمع، شفتي ديك اللحظه فاش كتعشى وموراها كتمشي نيشان تكمش في بلاصتك وكتجبد البورطابل وكتحل واتساب ولا الفيسبوك وكتمشي وكتقلب عليها واش حل ولا لا؟ ايه هذيك اللي كتقول ليها انت يا صاحبتي، كتقلب عليها باش تصيفط ليها ميساج، وكتكون الامنيه ديالك هي تلقاها حاله باش تكوني كتا معاها. واش عرفتي ملي كتلقاها حاله وكتفرح نعمس، واول حاجه كتحف فراسك غتسهر معاها وليلكم طويل وما عندوش نهايه، وكتبدا انت معاها الهضره ولا كتبدا هي معاك الهضره، وكتقول ليها توحشتك فراسك ما نقدرش ندوز النهار بلا ما نهضر معاك، وكتجاوبك حتى هي وكتقول لك حتى انا ما نقدرش نعيش بلا بيك، وكتعاود تقول ليها انت راه كل شيء في حياتي. لا لا لا، انت هي حياتي كاع. واش عرفتي ملي كنهضر معاك وكنحس بالراحه راه ما نقدرش نتخيل راسي بلا بيك. وهنا كتبدا تعاود ليها كل شيء داكشي اللي وقع لك في النهار، كتشكي عليها وحتى هي كتشكي عليك، وكتعاود لك كل شيء داكشي اللي دوزات في نهارها. كدير هكا كتلقى راسك في 3 ديال الليل وباقي غادي وسهران وما عندكش مشكل. هنا بالضبط كاين واحد الشاب قدك في العمر، وكاينه واحد الشابه اخرى في واحد البلاصه اخرى قدك حتى انت في العمر. يلاه فيقهم المنبه، مشاو توضاو وهما يوقفوا قدام سيدي ربي. الله اكبر، وانت باقي كتكوني كتا مع ديك خيتنا، وحتى هي مازال كتكوني كتا معاك. هاد الجوج هادو وقفوا باش تكوني كتاو مع سيدي ربي، وملي كيوصلوا السجود هنا بالضبط كيكونوا قراب من سيدي ربي وبزاف. شفتي كاع ديك الهضره اللي كنتي كتقول لهاديك خيتنا وداكشي اللي كتقول ليك وعايشين قصه حب بيناتكم، وهو في الحقيقه عايشين قصه معصيه فوق ارض الله عز وجل. داكشي بالضبط اللي كيقولوا هاد الشباب لسيدي ربي. يا سيدي ربي توحشتك، يا سيدي ربي وبكل صدق وداكشي خارج من قلبهم، راه ما نقدرش نعيش بلا بيك. يا سيدي ربي راه ما نقدرش نتخيل يدوز نهار بلا ما نهضر معاك. شفتي ملي كنهضر معاك سيدي ربي الله، وكنحس بالراحه، وكيبداو يعاودوا ليه داكشي اللي وقع لهم في النهار. شتي يا سيدي ربي اليوم ما كنتش بغيت نتحف هاد الذنب ودرت هادي ودرت هادي. يا سيدي ربي انا عارف بلي هذا هو الثلث الاخير من الليل، انا عارف بلي انت كتنزل الى السماء الدنيا، انا عارف كتقول هل من مستغفر فاغفر له. هاني يا سيدي ربي غفر لي وسمح لي، انا هو المذنب، انا هو العاصي، انا هو المقصر سيدي ربي، وانت هو الغفور، وانت هو الرحيم، وانت هو التواب. توب عليا سيدي ربي وغفر لي وسمح لي. وكتلقاهم كيستشعروا ديك تحت، هل من ذي حاجه فاقضيها له؟ كاين اللي عنده شي حاجه نقضيها ليه؟ انا يا سيدي ربي انا باقي بغيتك تعاوني، بغيتك تعاوني باش نخدم، بغيتك تعاوني باش نلقى واحد الزوجه صالحه، بغيتك ترزقني وليدات، بغيتك ترزقني هادي، وبغيتك تعاوني في هادي، وبغيتك تعاوني في هادي، وبغيتك تعاوني في هادي. وكيشكيو على سيدي ربي، وكيخويو داك القلب اللي عامر عندهم على سيدي ربي، كيشكيو على داك اللي على كل شيء قدير، كيشكيو على داك اللي كيقول الشيء كن فيكون، كيشكيو على داك اللي لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، كيشكيو وكيخويو قلبهم على مول الشيء، على داك اللي غادي يعاونهم. وكيبقاو بحال هكا كيهضروا مع سيدي ربي حتى كيقرب الفجر. وبطبيعه الحال هاد الوقيته انت وياها غادي تكونوا نعستوا حتى غادي تكونوا عييتوا. اما هاد الشاب وهاد الشابه هادي كيستغفروا الله وكيذكروه وكيتسناو الفجر يودن. وملي كيودن الفجر هاد الشاب هذا كينوض وكيمشي للمسجد، وهاد الشابه هادي كتصلي في دارهم، وهكا كدوز ليلتكم انتوما وكدوز ليلتهم هما في الحب. غير هو كاين فرق بيناتكم وكبير، الحب ديالكم نتوما كلشي تمارة، كلشي معصية، كلشي فيما لا يرضي الله عز وجل، والحب ديالهم هما كلشي راحة، كلشي طمأنينية. وغير على سبيل المثال أنت ولا أنتي كتسناه غير متى يحل، شاعلة فيك العافية، بغيتي تهضر معاه. أما الناس الآخرين سيدي ربي ديما حل، كتسنى غير اللي يهضر معاه، كيتسناك غير تجي عنده تشكي عليه، كيتسناك غير تجي عنده تعاود ليه. انت ملي دير معاه شي حاجه خايبه ولا دير معاك هي شي حاجه خايبه دغيا غادي تقلب عليك ولا دغيا غادي تقلب عليها، وهنا كيبقى فيك الحال ولا كيبقى فيها الحال، وكتمرض وما عرفت كاع بتنتحر ولا ما عاد كاعش غادي دير. اما الاخرين ملي كيتحوا في شي ذنب ولا كيديروا شي معصيه وكيندموا وكيبقى فيهم الحال، الندم توبه. اما ملي كيجي عند سيدي ربي كيلقى باللي ابواب التوبه مفتوحه، غير جي اودي. كاين فرق كبير بين هاد الحب وداك الحب، داكشي علاش غادي نقول لك طلق من هاد الحب وشد في هاد الحب. سيدي ربي كيقول والذين امنوا اشد حبا لله، ماشي اشد حبا لفلانه في الحرام ولا فلان في الحرام. والسلام عليكم ورحمه الله.
لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.